احمد بقره ما شاء الله يعني عندهم على قدر المستوى. ايها الاخوه في الاحباب، يعني في هذه الذكرى لن نستطيع ان نقول اكثر مما قال الله تبارك وتعالى مثنيا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وانك لعلى خلق عظيم. اذا كان الله تبارك وتعالى اثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: وانك لعلى خلق عظيم، فماذا يقول الشعراء وماذا يقول الخطباء بعد قول الله تبارك وتعالى؟ اذا كان الله تبارك وتعالى قد اوجب على المؤمنين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق الى دنياك، وعليك ملء الارض من صلواتنا، وقلوبنا دامت على ذكراك. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب، نبينا الامر الناهي، فلا احد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ملحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. ايها الاخوه الاحباب، يقول الامام القصيري رحمه الله: أمدائح لي فيك أم تسبيح، لولاك ما غفر الذنوب مديح. النبي القصيري يقول هذا الشعر يتعجب، يقول: هل أنا أمدح النبي صلى الله عليه وسلم أم أسبح بهذا المديح؟ لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الشعراء حسنات على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أمدائح لي فيك أن تسبيح، لولاك ما غفر الذنوب مديح. حددت أن مدائحي في المصطفى كفارة لي والحديث صحيح. مع أول فقرات هذه الأمسية قراءة قصيرة للشيخ محمد فرفورة، فليتفضل مشهورا. Oh.
Thank you.
Yeah.